مرحبا يا صغاري في الصف الأول الأساسي، كيف حالكم اليوم؟ سوف نتابع عبر هذا الشريط المصور درسنا في المحور الرابع، وعززوا معلوماتي. ماذا نرى في هذه الصورة؟ إنه مركب، أحسنتم. وفي هذه الصورة؟ إنه كتاب، أحسنتم. وفي هذه الصورة؟ إنه شباك، أحسنتم. الآن ما هو الحرف المشترك في هذه الكلمات الثلاث؟ إنه حرف الكاف، أحسنتم يا صغاري. إذن ضيفنا اليوم هو حرف الكاف، فلنرحب به. أين تقع الكاف في كلمة مركب؟ في وسط الكلمة، جيد. وفي كلمة كتاب؟ في أول الكلمة، جيد. وفي كلمة شباك؟ في آخر الكلمة، جيد يا صغاري. هيا بنا الآن نردد أصوات حرف الكاف معا. ك فتحة، ك صوت قصير، ك ضمة، ك صوت قصير، ك كسرة، ك صوت قصير، ك ألف، ك صوت طويل، ك واو، كو صوت طويل، ك يا كي صوت طويل. أحسنتم يا صغاري. الآن ماذا نرى في هذه الصورة؟ إنه نمر، أحسنتم. وما هي هذه الفاكهة اللذيذة؟ إنها عنب، جيد. وماذا نرى في هذه الصورة؟ زيتون، جيد. الآن ما هو الحرف المشترك بين هذه الكلمات الثلاث؟ إنه ضيفنا الثاني حرف نون، فلنرحب به. أين تقع نون في عنب؟ في وسط الكلمة، جيد. وأين تقع النون في نمر؟ في أول الكلمة، جيد. وأين تقع النون في كلمة زيتون؟ في آخر الكلمة، جيد يا صغاري. هيا بنا نردد أصوات حرف النون معا. ن فتحة، ن صوت قصير، ن ضمة، ن صوت قصير، ن كسرة، ن صوت قصير، ن ألف، ن صوت طويل، ن واو، نو صوت طويل، ن يا ني صوت طويل. أحسنتم يا صغاري. الآن هيا بنا نقرأ قليلا حول حرف النون وحرف الياء. ماذا نرى في هذه الصورة الجميلة؟ نرى طفلا يلعب على الثلج مسرورا، ويرتدي ثيابا سميكة جدا لأنه فصل الشتاء، جيد. هيا بنا نقرأ معا. هاجرت الطيور إلى مكان دافئ لتقضي فيه فصل الشتاء بعيدا من الرياح الشديدة. أحسنتم. الجملة الثانية: أما أم كريم فاشترت لابنها ثوبا سميكا وكوبا ليشرب فيه شايا ساخنا. أحسنتم يا صغاري. إذن إلى أين هاجرت الطيور؟ هاجرت الطيور إلى مكان دافئ، جيد. وماذا اشترت أم كريم من المتجر؟ اشترت أم كريم من المتجر ثوبا سميكا وكوبا ليشرب فيه ابنها شايا ساخنا، جيد يا صغاري. الآن هيا بنا ننطلق نحو التطبيقات في الكتاب. إلى اللقاء.